والنبي والنبي ده انت خنزير. هو انت ده؟ والنبي والنبي انزل تاني. شمالك يا طرش. عارف يا طرش. هنزيله من تحت. شوف يا ابني فوق احمر. امسحها سجلها. والله سجلها اديني جلطة قريب. احول فاح يا موح. يا نهار ازرق ايه كل ده متعمل عليها جنجة بانج. على الشمال يلا على الشمال على الشمال على الشمال. بلنت يا ابني من عينك قدام الجراج وخلاص. تعمل ايه يا ابن المر يا ابن عن ميتين امك على الحرام الدين يا اما اللي قتلك. يا ابن مش حد يشوفني يا ابن. بسم الله الرحمن الرحيم. عم السفور يا ابن يا نهار طين. نبي اوكل صمك يا ابن المساجة يا ابن الجاموسة. يا نهار طين يا نهار طين يا دين امي يا جدعان. فتني النزول فيو نزولوا بقى بقى ايه ده؟ يا عيني ده اتصدم. هو احنا لما نموت يعني البنج اتعدل ليه الشغلانة؟ مش عارف ايه والله. جزاك عمرو جزاك عمرو والله قسما بالله. بص انت عبارة عن فرد الطيز. حد وراه حد وراه. ادي له واحدة نايف ادي له واحدة نايف رفعت وانا هضربه. بندل ادي يا عم دلوقتي تاني. يا نهار اسود تم النيك تم النيك. يا عم اضربه يا عم. امسك سلاحك يا عرس. يا انا ميتين ابو اللي يلعب معاكم يا عم. صياح يا ابني امسك سلاحك يا ابن المرة يا ابن الهبان. ايش يا اسطى كتا يا ابني امسك سلاحك بسرعة. الحق يا ابن السوخ. تمت الشرمطة يا اولاد المتناك. سجل يالا. اما حاجة لما اقولك تشيل الكهرباء تشيلها. ها يا عم اكيزك تزهمني لما اقول لك شيلها تشيلها عشان افرقع فيهم. انا بقول لك اهو يا ابني السفور بتحط على الكهرباء عادي اهي. طب لما يجوا لا انا عايز اشيلها عشان لما يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في طيزي عشان استاهل. انا ثلاثه من الاحبه فرقعوا يا عم بدين قوم الصفور. اصبر لا اصبر اصبر. انت بتعمل ايه؟ انت حتى ما اديتوش بالامباكت يا اخي حرام عليك. اتعلم يا بيب. اه
ورانا 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 هتبلع صفور هتبلع كلام مش كلام كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا والله يعني والله حرام بجد اوه دخل الدخل طول تعال بقى يلا التاني يلا يا ابن الشرموط هلسو 20 اهو اهو عدل بس هقعد عدل اهو اهو الملحد اهو اياك يا بلانت الشرموط وعاسب من اللي عشان في كليمور في كليمور شمال ده شمالي يا ابن الاحبة والله يكفي يا شمال يا ابن الزانية والله يكفي اتنين يا ابن المرة المتنكة يا ابني نايم قدامك اهو يا ابن لعب يا ابن العجل مسحها سجل لنفسك يا ابن سجل لنفسك يا ابن سجل والله ما شفته يا ابني سجل يا ابني اول سجل سجل ده رجله عماله تلعب قدامك ولا رجل اخطبوط يا سلام عليكم عليكم يا ابن العاميه يا ابن العاميه يا ابن العاميه يا نهار ازرق بجيب من انهي داهيه ده تعال من الفريز مونتين 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 هنا فين اهو داخل 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 من عندك يا بنت الشرموطه اللي في الفريزر يا عجله طيزك طيزك صح والله انا مصحى سجل يا ابني كان واقع ورا البتاع اللي هناك دي 15 seconds remaining يلا عم نخش نموت نموت اموت عايش ما يهمنيش 10 seconds left يا ابني مات يا ابني مات يابا مات يا نهار اسود يا نهار اسود يا جدعان 15 seconds هيخالي بيضرب فين ده بيضرب فين ده يا نهار اسود حلقين يا نهار اسود ولا اتنين يا فكرني انا لو مات لو مات يا نهار اسود لو مات يا ابن الشرموطة يا كمبر يا ابن الشرموطة يا كمبر تاني فين فين نايم يا عم في الأوضة اللي فيها شباكين دي متأكد ايوه على ضمانتك والله طب شوف على شمالك اختصبوا لك استعد بقى وراك يا ابن العبيطة وراك يا حمار اتقل 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 يا ابن الخول يا ابن الخول سجل يا ابن سجل يا ابن الكلب سجل يا ابن الخول صفور محطوطة هنا يعني لو دخلت تدخل 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 جري بص كده شد الجوانة محمد وادعي لي ربنا ياخدني ابن الكلب يا ملحد ايمن اقتل بلاك بيرد يا ايمن لماذا هو كده خلاص مانياكا فرح ايه ده ماي سيستر الجامد مات جدا اقعد يحرق ماكينك استنى 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 اعذبه كنت هجيبه بالبتاعه يا عم بتاعت ايه قلت شلل انك انا كنت جاي وراك
استنى استنى، لا لا خش يا ابن عمتها 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 يا ابن الخول يا ابن الخول يا ابن الخول. كل اسيست جاكل اللي معك. تعلم تعلم محروق ديك امك في الارض يا اخي. تعلم ايه بس تعلم امسح عشان تشربت المسدس يا عرس. يلا بلال تعال هنا. انت فتحت يا نهار ملحوس يا نهار طين. احنا الشارع يا ابن الطين يا نهار طين.